مرحبا يوتيوب، والله يعطيكم الف عافيه. معكم موكلي من قناه اريبيان دوغ هاوس. اليوم راح نحكي عن اكثر سلاله اليفه موجوده بالعالم. السلاله هاي شفناها بكثير مراحل من حياتنا بس ما كنا مركزين. واحد منهم هو فيلم كرتون اسمه هايدي، كان يطلع فيه الكلب وكانوا دائما يحطوا برميل تحت رقبته. اليوم راح نعرف كل شيء بخص هاي السلاله وراح نعرف كمان قصه البرميل. خليكم معنا. نحكي عن أصول سانت بيرنارد وليش تم إنتاجه. في البداية تم تطوير هاي السلالة عشان تكون كلاب إنقاذ لدار اسمها سانت بيرنارد. هاي الدار تقع في مكان كتير بكون فيه تساقط ثلوج وكتير بصير فيه انهيارات ثلجية، فاستخدموا سلالة السانت بيرنارد. ليش؟ أول شيء هي واحدة من أكثر السلالات الأليفة اللي موجودة في العالم، وغير هيك جسمها كان يساعدها تضلها تحفر بالثلج وطول الشخص تسحبه خارج الانهيار أو الإشي اللي صار عليه. وغير هيك البرميل هذا كان يحطه فيه واين على أساس أنه إذا أنقذت حدا من هذا الانهيار الثلجي وبكون كثير جسمه بردان، حرارته كثير واطية، فبشرب من الواين عشان يدفى. اللي بيميز كلاب سانت بيرنارد عن كل كلاب انه حجمها كثير ضخم وتبين جد بخوف، ولو واحد ما بفهم بالكلاب وما بعرف اول اشي راح يعمله راح يهرب. بس طبعا هي عكس هيك بالضبط، الكلاب كثير اليفه وكثير حنونه وما عندها لا غريزه العض ولا الصيد ولا القتال كثير عاليه، فهذا الاشي اللي خلاها تكون بيرفكت لانقاذ الناس من الانهيارات الثلجيه وتعتبر واحده من احسن كلاب العيله اذا توفرت لها الظروف المناسبه. اللي خلى سانت بيرنارد كمان كتير تتميز وخلاها واحدة من أفضل الكلاب للعيلة هي إنها ما بتعبر عن اللي بداخلها بالعواء، لا بالعكس، هي بتستخدم أصوات صغيرة أو لغة جسد معينة عشان توصل فكرتها، عكس يوسف بالضبط اللي هاريني عواء بالبيت وما بسمع إنه وراء شيء. ها؟ يا ملعي والله سكويا. هلا حجمها ممكن يكون عائق شوي انك تمتلكها، والسبب هو انه هي كلاب كثير ضخمه فبتحتاج كمان مساحه كبيره، بس اذا كنت انت قادر تمشي هذا الكلب بشكل يومي على الاقل ساعتين فما في مشكله حتى لو عندك مكان صغير. بس بدك تخلي شيء في بالك انه الكلاب الكبيره بصير عندها مشاكل بالمفاصل اذا ما مشيت كثير او تحركت كثير، فلازم تكون حاط في بالك انك اذا انت شريت هذا الكلب او جبت هذا الكلب انت هون وقعت التزام انك تمشي هذا الكلب بشكل يومي على الاقل ساعتين. هلا بدنا نحكي عن تدريبهم وذكائهم. هلا هي من ناحيه ذكائهم هم كلاب يعتبروا متوسطين الذكاء، بس اللي بيخلي تدريبهم شوي سهل وبسيط هو مدى حبهم لانه هم يرضوا صاحبهم. يعني بتلاقي الكلب عم بحط جهد في التدريب بس عشان يرضيك انت، وهذا الاشي بسهل التدريب كثير. هلا بدنا نحكي عن العناية بشعرهم ومدى تساقطه. طبعا كثير بوقعوا شعره، لازم تمشطهم بشكل يومي وكثير تكون مركز على هذا الموضوع لانهم بكتوا شعر كثير، بيحتاجوا كثير لاهتمام وتمشيط وانك تكون بشكل يومي على الاقل قاعد بتمشطه. غير هيك حمامهم يعتبر واحدة من اصعب الشغلات اللي ممكن تعملها، ودائما انا بفضل انك توديهم على خلينا نحكي ناس متخصصين في الجرومينج. ليش؟ لانه شعرهم كثير بوقعوا وبنفس الوقت طويل، بيحتاج لقص، بيحتاج لتمشيط بشكل دقيق، ولما تيجي تحممهم لازم تتأكد انه كل اشي يكون نظيف وبمكان كتير كويس عشان كل، يعني اهم اشي انه كل الكلب كامل يتحمم والفرو كله يوصل وما يشامبو.
طيب هلا بدنا نحكي عن علاقة هاي الكلاب والأطفال. اليوم معي ليث وعمر. ليث انتو شفتوا كتير شارك معنا بأفلام، قلبه كتير قوي مع الكلاب، فراح تشوفوا كمان لقدام معنا. بس خلينا نحكي عن هدول الكلاب والأطفال. هدول الكلبين مايلو وليلي عايشين أصلا مع ليث، وليث بيعرف يتعامل معهم كتير كويس، والكلاب مع عمرهم مش خلينا نحكي أذو أو حتى عملوا له أي شيء غلط. بس في كتير إشي مهم وما تنسى أنه دائما طول ما في كلب عندك في البيت وفي طفل عندك في البيت لازم دائما يكون في إشراف حدا بالغ بيعرف يتعامل مع الكلب كتير كويس. هذا لا يعني انه الكلب هذا شرس او ممكن يعمل اي شيء غلط لليث، لا، هذا الاشي بيعني انه الكلاب مش كائنات واعية بالضبط لكل اشي بتعمله. ممكن مايلو بالغلط ينط بده يوقف على ليث فيقلبه. عشان هيك لازم تتأكد دائما اذا عندك طفل تدرب كلبك على موضوع انه ما ينط ابدا، دائما اثني رجلك اذا الكلب نط، لانه ممنوع منعا باتا ينط، لانه اذا سمح الله نط على طفل ممكن يأذي. هلأ بدنا نحكي عن مستوى الطاقة. مستوى الطاقة هو واحد من أهم الشغلات اللي لازم تكون حاططها في بالك قبل ما تشتري كلب. ليش؟ لأنه هو اللي بيعني أنت قديش راح تحط وقت بالكلب كل يوم عشان تفضي هاي الطاقة عشان الكلب يكون معك هادي. بس اليوم بدنا نحكي عن سينت بيرنارد بشكل خاص. سينت بيرنارد طاقته ممتازة جدا، مش عالية. إذا كنت أنت معطيه فايب حركة عم تتحرك راح تلاقي الكلب بنطط معك وبروح وبيجي، بس مجرد ما تهدى راح تلاقي الكلب هدي. فهذا الإشي صراحة كثير مميز، وبتقدر حتى مستوى طاقته إنه يكون في بيت أو شقة صغيرة، ولكن زي ما حكيت لك لازم على الأقل تمشي ساعتين. هيك حبايبي وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى أنه استمتعنا واستفدنا مع بعض. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة. دار موجودة بين سويسرا و نسيت البلد الثاني، يعني عيد أحمد، سوري حبيبي. ليلي ليش حلوة؟ صحصحي معانا يا معلم. يلا طيب هلا بدنا نحكي عن ذكائهم وسهولة التدريب. هاي نفسها تدريب. يلا. تقدر عشان كنت تحكي تدريب. عادي يا روحي. مش عالي أبدا. بس. هلا عشان تعرف أنك تسوي من المملكة الأردنية والهاشمية.